سيدي عزام بيه صاحب الكباريه ده؟ انا ام واكرم اخويا الجدع الغلس اللي كان الدنيا قاعده معاه، تعرفه؟ اه ده انطر الشندويلي، راجل اصلا من الصعيد وعنده شركه مقاولات كبيره قوي وحاطط حطه جامده قوي على دنيا وصرف عليها دم قلبه كده. طيب استباحتك احلى سباحه يا هندسه. مال الحارة هس وهو كده ليه زيادة؟ أنا عارف لك، ده عمرها ما حصلت قبل كده. والناس راحوا فين؟ بقول لك إيه يا حربي؟ الليلة دي شكلها ما يطمنش، أنا أوصلك العشة وأطلع أركن في الموقف وأجي. خمسية وارجع لك. ها ما تعوقش. ياض يا بركه بتعمل ايه هنا؟ الحق حربي يا زين، الحق حربي. ماله حربي ياض؟ هيموتوا، هيقتلوا يا زين. مين دول اللي هيقتلوه ياض؟ قلت لك يا حرب نصيبك لسه مستنيك، او نصيبك جالك لحد عندك. طيب احسن يا معلم قبضايا. ما تخافش يا عنايا، انا مش هقتلك، انا بس هغب عليك، اكسر لك ايد، اقطع لك رجل، ادشمل لك وشك، عشان كل ما تبص في المرايه تفتكر قبضايا. غبوا عليك! سامحنا يا اخويا، انت عارف ان انا طول عمري عيل وبرجع في كلامي. مبروك عليك يا حربي، انا اللي هخلص عليك. شوف وشك بخير. اركب يا حربي. سامحني انت يا بضايع. سلام. ليه كده يا حربي؟ ده انا كنت هقتلك بس. على السلامة يا حربي. الله يسلمك يا بركة، ده انا كنت قاعد شنيرة شنيرة. لكن الحمد لله. وادي يا زين احنا رايحين على فين؟ أي حتة بعيد عن هنا. يا عيني عليك يا بضايا، اتكوم على الأرض زي الشوال، أنت ليه دلوقتي متغاظ؟ يا عم عيني إيه وليلي إيه؟ إن شاء الله يعض في الأرض. بس يا بضايا كان قصدنا لا يا رجالة، إيه اللي رجعكم؟ الكلام الفارغ ده بقى؟ ما احنا طول عمرنا مع بعض على الحلوة والمرة يا جدع.
بعدين بيني وبينك انا قبضايا ده مغلول منه على الاخر. ايوه بس قبضايا طاروا معايا انا مش معاكم، ولو كان حاول يخلص مني النهارده المره الجايه هيحاول يخلص مننا احنا الثلاثه. خلاص يبقى احنا نتغدى بيه قبل ما هو يتعشى بينا. بالهداوه يا زين بالهداوه. يا عم الكلام ده ما فيهوش هداوه، قبضايا ده مش هيجيبها لبره. انا عارف، انا بقول لك ايه، يا روح ما بعدك روح يا عم حربي. طب بقول لكم يا جماعه، ما تيجي نسيب الحته ونهج. طيب اقول لها بالكلمه اهو على الكهف نهج. انا عمري ما هج ياض، وبعدين احنا لو هجينا وسيبنا الحته وخوفنا عمرنا ما هنعرف نرجعها تاني، وهيفضل الخوف طبع فينا. انا شايف ان احنا نوقف القبضايا ده، نتصدى له ونكسر له دماغه، وان شاء الله يحصل اللي يحصل بقى وتولع نار. الحكايه مش عافيه ولا غشوميه يا زين. امال الحكايه ايه، نهج زي ما سيباركه بيقول ولا ايه؟ ما ترد يا عم حربي، انت هتتنهد، هنعمل ايه في النصيبه دي؟ اللي انت يا زين بتعرف تعوم؟ نعم يا اخويا. لا وانت يا بركه؟ لا انا ما اعرفش اعوم بس اعرف اغرق. خلاص يبقى نتعلم العوم الاول قبل ما نخش في الغويط. غويط ايه وعوم ايه؟ ايه مسابقه السباحه اللي احنا فيها دي؟ يا جدع انت احنا في ولا في ايه؟ انا خلاص تعبان وجسمي حط وعايز انام. طب والمشكله اللي احنا فيها دي؟ الصباح رباح يا زين، الصباح رباح، وبكره ربك يعدلها، وبكره ما فيش اقرب منه. الو مين عايزه؟ طب دقيقة واحدة. أكرم أكرم تليفون عشان مين؟ واحد اسمه كمال. اه ها كمال، ها حاجة مهمة؟ طيب قابلني كمان نص ساعة في المكان بتاعك. سلام. مين كمال ده يا أكرم؟ ده واحد بيشتغل معايا. رجلك عامله ايه النهارده يا بابا؟ لا احسن بكتير الحمد لله. الدواء اللي جبته لي ياماني امبارح مفعوله زي السهل، الوجع راح في ثواني. طب الحمد لله. امال هي فين؟ نزلت بدري راحت الجرنان. طب استاذن انا بقى. طب مش هتقعد تفطر معانا؟ لا حبيبتي اصل انا عندي مشوار مهم لازم اعمله قبل ما اروح على القسم. طب مين هيوصل حمزه المدرسه؟ البركه فيك يا ماما. خديه بتاكسي وصليه، وانت راجع عدي على السوبر ماركت هاتي كل اللي انت عايزاه. يلا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. خلص اكلك يا حمزه عشان ما تتاخرش المدرسه. ليش نفسي يا ماما؟ ولد اسمع كلام ماما، والا مش هجيب لك اللعبه اللي انا وعدتك بيها. حاضر يا جد. اهو ايه اللي خلاك تتصل بيا الصبح بدري؟ حصل حاجة في المنطقة؟ حاجة؟ قول حاجات يا باشا، دي المنطقة امبارح كانت هتولع. ليه اللي حصل؟ الواد حربي اللي خرج من السجن امبارح. حربي، عارفه سعادتك يا باشا؟ أيوه عارفه، ماله؟ هو وقبضايا كانوا هيذبحوا بعض. اشمعنى يعني؟ أصل يا باشا في بينهم وبين بعض طار قديم من سنين، من قبل ما سعادتك يعني تشرف الاسم عندنا. ما تختصر يا ده على الصبح وتقول لي إيه الحكاية؟ قبضايا كان السبب في دخول حربي السجن، لما اتخانق مع عم حربي. قام حربي طالع يجري وجايب سكينه وهوب قام مديله البشته اللي في وشه دي فشوهه، فبقى في بينهم طار ومستحلفين لبعض. المهم ايه اللي حصل امبارح؟ والله باشا انا كل اللي شفته الواد حربي وهو طايح في رجاله قبضايا، واول ما زين جيب العربيه هوب راح نطت في العربيه وخلع. الواد حربي ده شكله مش هيجيبها لبر. ما انا بقول لسعادتك طار قديم. طب اتكل انت على الله وارجع المنطقه، ولو حصل جديد بلغني على طول. يا باشا ده انت تؤمرني، ده انا عينك الساهره في المنطقه. سلامت الله يا باشا.
ايه يا رؤوف، عارف الواد اللي اسمه حرب؟